فن تشيكي. مرحبا يا أطفال، دعونا نصنع غرفة نوم اليوم. سنبدأ بعمل مستطيل كبير وآخر أصغر بالداخل للسرير. اصنع مستطيلا آخر ببطانية عليه. سريرنا يحتاج إلى أرجلين، أليس كذلك؟ سنصنع وسادتين للسرير وأدراجا بجانبه. عليك أن ترسم مستطيلين صغيرين منتصقين بجوار السرير، واثنين من المستطيلات الأصغر. لنصنع مصباحا ومزهرية في الأعلى. في الجزء الآخر يمكنك عمل مصباح وكوب قهوة. نحن بحاجة إلى صورة فوق سريرنا، أليس كذلك؟ لنرسمها. غرفة نومنا جاهزة، الآن لنلونها. لون الجبال، والأوراق، والوسائد باللون الأخضر. هل تستمتع؟ لون جوانب الدرج باللون الوردي، الأصفر للمصباح داخل الدرج، بطانيتنا، ممتع! العشب والشمس. لنستخدم اللون الأحمر لطلاء الجزء السفلي من السرير، والأرجواني للمستطيل أدناه، والحدود الخاصة بصورتنا. قم بطلاء مقابض الدرج ومقبض المصباح بالأزرق. نحن على وشك الانتهاء. لنستخدم اللون السماوي لكوب القهوة والمزهرية. لنلون أسفل سريرنا بالأزرق السماوي. وانتهينا! كان ذلك ممتعاً، أليس كذلك؟ انظروا، قد وصلت العروس والعريس. كليك كليك، تبدو جميلة. هيا نرسم ساقي وذراعي ووجهه ويده، الشعر، العيون، والأنف والفم، والآن بذلته بأزرار، ربطة عنق، يبدو رائعاً، وجيوب أيضاً. الآن لنرسم العروس الجميلة، رأسها وذراعها وثوبها الجميل مثل سندريلا. ارسم الأقراط وباقة في يدها، بالطبع ستحمل باقة أزهار. كم وردة نرسمها في الباقة؟ رائع! لنرسم شعرها وأكمل باقي الإطلالات. عقد على رقبتها، تفاصيل جميلة على فستانها، بعض الخطوط نوشك على الانتهاء لنكمل وجهها. واو، جميل! وقت التلوين. لنبدأ باللون البني لشعرها والمخملي للجسم والوجه. بعض الأصفر والذهبي للتفاصيل على الفستان أيضاً، ولون أحمر جميل. رائع! وردي جميل على الفستان والزهور والأقراط، وبعض الأزرق الفاتح للعقد والفستان، ثم الأخضر، بعض الأرجواني. ياي، يا له من فستان جميل! اللون البني لشعر العريس، المخملي للجسم، يداه ووجهه وأذنيه، بذلة ذهبية لامعة
واو، أتمنى أن تكون مستمتعاً. لنلون سرواله باللون الأحمر. والأكمام وربطة العنق والبرتقالي لياقته، أخضر لقميصه، أحذية زرقاء، وأزرار بنفسجية. لقد انتهينا، العروس والعريس جاهزين للاحتفال. ياي، أراك المرة القادمة. مرحبا يا أطفال، تشو تشو، دعونا نرسم قطار. ابدأ بالمسارات، والآن القطار. أضف المصابيح الأمامية والنافذة أيضا لنكمل بقية قطارنا. هذا سهل للغاية، فقط استمر. أضف كل النوافذ والمزيد من التفاصيل لجعل القطار مثالي. والآن الجزء المفضل، التلوين. أولاً بني، لنستخدم بعض الأزرق. الوردي على المقدمة والجوانب. سيكون هذا أروع قطار. بعض الأصفر لجعلها مشرقة للغاية. لنستخدم الأزرق للنوافذ أيضاً. لا تنسى تلوين النوافذ كلها. لون الخوخ سيبدو رائعاً. لنلونها بسرعة. وأخيراً لمسة من الأزرق. انتهينا من قطارنا المذهل، أتمنى أنك استمتعت. مرحباً أصدقائي، اليوم سنعلمكم كيفية رسم فستان ملون. سنرسمه على شماعة، تماماً كما لو كنت رأيته لأول مرة في برنامجك المفضل. ابدأ بالأشرطة وخط العنق، أكمل الشماعة، ثم سنرسم خط الخصر، بعض الكشكشة، سنرسم بعض الطبقات للجزء السفلي من فستاننا. طبقات أكبر للصف التالي،
وواحدة أخرى. ارسم دائرة إضافية لكل طبقة حيث نبدأ بأربعة ثم خمسة ثم ستة. كم دائرة تعتقد أننا سنرسمها في الصف الأخير؟ هذا صحيح، سبعة. نضيف واحدة أخرى في كل مرة. وقت تظليل الحدود. أسود داكن لطيف لتكثيفها. حان وقت التلوين لنلون هذا بالوردي الرائع. ما هو لونك المفضل؟ أنا أحب الوردي. لون الجزء العلوي فقط بالوردي. وسنلون خط العنق بالأحمر. جميل، والحزام بالأزرق. لطيف جداً مع الوردي. الآن للطبقة الأولى سنستخدم الأخضر المشرق. يشبه النعناع الأخضر. إذا لم يكن لديك اللون المطلوب، يمكنك دائماً مزجه بالأبيض لجعلها أخف قليلاً، أو الأسود إذا أردتها أكثر قتامة. ماذا علينا أن نفعل بعد ذلك؟ أصفر، هذا صحيح، لنبقى ضمن العائلة، أخضر وأصفر. يمكننا أن نسمي هذا طبقات الأحماض مثل الليمون الأخضر والأصفر. المزيد من الأصفر، أنا أسميهم بتلات لأنهم يبدون مثل البتلات. البرتقالي، رائع، إنه يبدو كقوس قزح جميل. واحد واثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. رائع، لنختر لون الطبقة الأخيرة. أحمر، هذا صحيح. دعونا نستمر في الاتجاه إلى الداكن في كل مرة. أخضر إلى أصفر إلى البرتقالي وإلى الأحمر. خلاب. يمكنك استخدام أي ألوان تريدها. يمكنك حتى استخدام ألوان متعددة، فلماذا نتمسك بلون واحد؟ بمجرد أن تجف الألوان، يمكنك إضافة بعض الأشكال إذا أردت، ربما بعض القلوب أو النجوم أو الزهور. الذي تحبه أكثر؟ أو شكنا على الانتهاء. وانتهينا. عمل عظيم. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.